السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدت إليكم من جديد ولا زلت في مركز الصف، ولكنه شفت في حالة ما شاء الله قوة إلا بالله من ذوي الاحتياجات أو أصحاب الهمم العالية، أنا أسميهم هكذا، أنا ما لي علاقة بالتسميات الأخرى. محمد، صح محمد؟ نعم. الله تعالى يرضى عنك حبيب محمد. راح أخلي أم محمد هي تحكي عن محمد. اسمعوا، الله تعالى يرضى عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. ابني محمد عمره 15 سنة، الحمد لله والشكر نجح الأب متوسط أول معدل 85، والحمد لله والشكر يعني الحمد لله يعني صلي ويقرأ قرآن ويصوم الحمد لله والشكر، وصار عنده يعني أشياء قدرة أي اسمها يقدر يعرف يعني الصورة وأي جزء، يعني ما طول فيه كثير يعني كثواني، ومن حاله حفظ صور القرآن الكريم وحدي بعد الله، يعني كان هو يعني يجب يسمع قرآن كريم. ولاحظ يعني انه ما حد تدخل معه؟ لا لا من حاله هو؟ لا لا من حاله، يعني قبل 5-4 سنين يعني هو الحمد لله يصوم رمضان كله، يصوم ان شاء الله ما شاء الله كله يصوم، يعني ما يفطم على يسمع الاذان يقرا الدعاء. كنت اقعده قدام التلفزيون القران الكريم ايده، انا كنت اعوفه وقت رمضان حتى يعني لا يتحمل يعني الصوم، كان صغير. شو لاحظنا يعني تقريبا لاحظته انا ولاحظ يعني اهلي بانه كنا نحفظ القران الكريم صوره بعد صوره، وكما يسمع اسم قرآن يعني آية قرآنية قبل طلعها بالكتاب، ويعني حتى يعني لحظة طلع ما طبيعي كثير يعني يأخذ الصورة يعني من حاله. الحمد لله والشكر. محمد شلونك؟ مليح. الله تعالى يرضى عنك يا ربي، يحفظك. صحتك مليحة؟ إيه صحتك. زين، أنا بالنسبة لي ما أعرف، أنا ما راح أسأله، أنت تقدرين تسأليني؟ محمد اقرأ صور القرآن الكريم من البداية إلى عدد، يعني من أول صورة إلى آخر صورة. على ملك هذه لا صورة القرآن الكريم كلها عددها، الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، سجدة، الأحزاب، سبا، فاطر، ياسين، الصافات، صعد، الزمر، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقع، الحديد، المجادلة، الحشر، المنتحنة، الصاف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجد، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس التكوير، الانفطار، المطففين، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، البلد، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الانشراح، التين، العلق، القدر، البينة، الزلزل، عاديات، القاع، تكاثر، العصر، الهمزة، الفيل، قريش، المعوية، الكوث، الكاف، النصر، المسد، الأخص، برق الناس. ما شاء الله. اعطيني بوسة. ما حس بغى. من يسمع القرآن الكريم يعني يضبط على الآية. شلون يعني؟ مثلا سمعوا يعني أي قارئ قرآن يعني يقرأ قرآن كريم قبط لك هاي صورة أو يعني ورق من الآية طلع قبل لحظة يعني يعوفه. وحيسألك عشوائي بأي صورة وبأي ها؟ طلع أي جزء؟ يعني هو يعني طلع بأي جزء وأي صورة؟ إذا بإيده قرآن كريم، بإيده قرآن كريم لازم طلع بلحظة. بس يكون بإيده؟ إيه يكون بإيده. بس اسمع صوت الآية يعني قارئ وطلع بلحظة يعني. دقيقة بس، الله يرضى عنكم، أنا حتى أفهم المتابعين لأنه أصلاً راح يشوفوها ناس. حسب ما افتهمت وصححي لي أم محمد، أنه أنا أفتح لا على التعيين وأقرأ الآية
وهو راح يقول لي بس لانه بس انه ماسك المصحف في ايده. لا ما ماسك، هو يقول لي بك طلع لك الصوره نفسها ما هي يعني يعني يعرف اللي قد تقرا منها. ايه يعوفك. وانا ما راح اقول له لا صوره ولا صفحه. هو يطلع الجزء والصوره بالايه. لحظه. شلون تعلم هذا الشيء؟ ما انا قلت لك انا كنت قاعد قدام التلفزيون حتى لا يفطر. دفع لي ابني يعني خطيئة يعني لما ساعدته حتى على الصوم قلت له شنو يعني غسل بدله قدام قران كريم عوف وانا وح يعني اخذ وادي تتركيه مع القران؟ مع القران على التلفزيون القران كريم بايده وما اعرف يعني انا مره شكيته بس بعدين رحت ثاني قال ابنك حصل القران الكريم ويعوف يطلع الجزء سبحان الله ما في شيء. هذا من تحكي هذا من تحكي انك يطلع صوتك بالكاميرا. ايه بالكاميرا؟ ايه شوف شوف محمد انا هسه الان أنا راح أسألك سؤال بالآية وأنت تقول لي الآية ويصل. نعم. بس قاعد قدام ملام عليك. أقرأها. إيه بس يعني لو مرة يعني يعني لا تطلع راح تيجي على الجزء. لا. يلا محمد اسمع حتطلع الجزء والصورة ها أبني. اسمعني محمد. اسمعني. يلا. نعم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ. يلا محمد اي جزء اي صوره طلع على السريع اطلع يلا استعجل وين جزء يلا اي جزء يلا استحي ابني كمل 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 استاذ كمل 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 واتت كل واحده منهن طلعها لا اي جزء حمودي الثاني عشر اي صوره يوسف اي ايه رقم الايه 31 احسن باسل حاول مع حاول باسل حاول لا لا خلوا بسلامية خلوا بسلامية خلوا بسلامية بيع يلا حمود يلا اسمع كلام ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون الله. بعد استمر سبعة استمر ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ست النحل ست الرابع عشر الآية 56 أحسن مرتك سلام أختب حمش يستعجل هذا يعني خلي برا خلي براحته ام محمد الله يرضى عنك لا 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 لانه هو اولا اي جيب لا هو عيجيب ما هو عيجيب زين هو دقيقه هو حافظ ايه كان حافظ جزء حافظ عامه وجزء تبع جزء تبع شيخ عدس الاسماء ما شاء الله لا قوه الا بالله اسمع يا محمد نعم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله الحج السابع عشر ما كملناها زين لا 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 يلا انتبه نعم محمد هو يقرأ الصبح ايش يقلي اليوم صباح الخير هاليوم هالطميات الهجري اخذ صباح خير اليوم ايش قد بالميلادي
اليوم 21 ذو الحجة. وميل هجري 15 21 والميلادي 15 ميلادي ميلادي اصلا مجريين يا مجريين اليوم بالهجرة اليوم تاريخ اليوم اصلا هجريين تاريخ اليوم ابني واحد ايه كمل كمل 2000 لا لا 15 شهر السابع الشهر السابع اليوم شنو الاحد الاحد اشقد 21 ذو الحجة لا هذا الهجري ميلادي أشقد ميلادي لا 2000 2023 إيه اليوم أشقد 21 ذو الحجة طيب هو سبحان الله العظيم أحافظ بالهجري فخلوه بالهجري الله تعالى هذا الصواب إن شاء الله إسلامي إن شاء الله تسجله الله تعالى يرضى عنك ام محمد ويبارك فيك ويحفظ لك محمد بيك. الله تعالى يسلمك ويبارك فيك ويعطيك حتى يرضيك الله يبارك فيك تريد تقول شيء محمد انا قلت شيء شنو هو عملتونه صرت فاطر الجزء 20 صح صح ما شاء الله عليك الله تعالى يرضى عنك حافظ جزء عمان انت عملتونه صرت النبا وبعد الناس عابس بعد عابس تكوير بعد الفطار وطفيفين وشقاق كلهم هذول حافظهم كلهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله جزء تبارك الملك قلم حافظهم الحق معك ما شاء الله ما شاء الله عليك الله تعالى يرضى عنك الله يبارك فيك يا رب جزاك الله خير أم محمد والله يحفظ لك يا ربي إن شاء الله تعالى الله يكرمك يا رب كان مركز الصفوة يعني عندنا مجبينا يعني كان مركز الصفوة والله يا جماعة الخير أنا ما أعرف إيش أقول على مركز الصفوة الله تعالى يرضى عنكم أنا ندمان حقيقة لأنه أنا من قبل سنتين هذه الأستاذ الفاضل وأنا ندمان لأنه ما جد ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني أنا حقيقة قوة إلا بالله عندنا هالشكل طلاب ونماذج بالعراق وترفع الراس ومشرفة يعني حقيقة ما شاء الله لا قوة إلا بالله الله يحفظك ابني محمد والله يحفظك أم محمد الله يرضى عنك الله يرضى عنك الله يرضى عنك الله جزاك الله خير شكرا الله